مصوع أو باضع، مدينة عريقة بدولة إريتريا تقع على ساحل البحر الأحمر، واحتل ميناؤها مكانة كبرى منذ العصور القديمة. وقد شرف الله تعالى هذه المدينة بأن كانت معبر صحابة رسول الله رضوان الله عليهم في الهجرتين إلى الحبشة، وما إن وطئت أقدامهم أرض قرية مصوع حتى توضأوا وصلوا. وبعد سنوات من ذلك الحدث الجليل، بنى السكان الأصليون مسجدا في رأس مدر، المكان الذي صلى فيه المهاجرون الأوائل، ولا يزال إلى اليوم مزارا يأمه المسلمون من إريتريا وخارجها. في عام 84 للهجرة بسط الأمويون نفوذهم على أرخبيل دهلك وميناء مدينة مصوع، ولتأمينها ضد الغزو البحري بنوا فيها الحصون والقلاع. وفي مستهل القرن السادس عشر تمكن الأسطول البرتغالي من احتلال المدينة، ولكن لم يدم وجود البرتغاليين طويلا، إذ تمكن أسطول العثمانيين من تحريرها عام 1557، وظلت تحت حمايتهم فترة طويلة دامت أكثر من 3 قرون. ازدهرت خلالها التجارة والعمران، إذ أنشئت عمارات من 3 طوابق و4 جمعت بين جمال الرواشين المصرية والقباب التركية. وشيدت مساجد كثيرة، من أشهرها مسجد حمال الأنصاري ومسجد الشيخ حنفي. في عام 1885 احتل الإيطاليون مدينة مصوع أكثر من 50 عاما، وكانت معركة مصوع عام 1990 حاسمة في نيل استقلال إريتريا،